طب وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد دلوقتي في تدريب النادي الأهلي اللي بدأ الساعة 4 عصرا. مساء الخير عليك يا شريف. سنور عليك على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. شريف طبعا عايزة أعرف منك كواليس تدريب النهاردة وعايزة أطمن منك برضو على حالة المصابين وبالتحديد على أحمد فتحي، وعايزة أعرف برضو منك إيه أخبار الحالة المعنوية والنفسية للعيبة وللجهاز الفني. خليني الأول أقول لك إن التمرين فعلا بدأ الساعة 4 عصرا، ويمكن كان في حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب، وكان في سبقها جلسة مع اللاعبين يمكن استمرت حوالي ربع ساعة من الجهاز الفني، اتكلموا فيها عن المرحلة المقبلة، التركيز ثم التركيز على مباراة العودة. طبعا كان مباراة بحضور جماهيري كثيف، تركزوا في هذه المباراة وما النتيجة لسه ما اتحسمتش ولسه قدامهم 90 دقيقة يجب حسم اللقب هناك. يمكن بدأ التمرين في 4 عصرا. اللعيبة اللي شاركت في المباراة يمكن عملوا إطالات حول الملعب، وليد سليمان، أزارو، حمودي يمكن شاركوا في الملعب من بدون شوز، يمكن لفوا الملعب بس 3 4 مرات وبعد كده خرجوا راحوا تدريبات في الجيم. الشناوي ايضا نفس القصه مع باقي اللاعبين اللي شاركوا في هذه المباراه. باقي اللاعبين بقى اللي ما شاركوش واللي شارك في وقت صغير زي ميدو جابر كان عندهم تمرين بدني شاق جدا، والان بيجروا تقسيمه بعد التمرين البدني. يمكن اكرامي وعلي لطفي طبعا مع كابتن مصطفى كمال في فقره حراس المرمى، اجاي تأهيله مستمر، ويمكن الشكل العام والملحوظ ان هو بقى ما فيش زكه في جريته حول الملعب، اجاي بدا يقترب ويقترب من الرجوع مره اخرى للنادي الاهلي. يمكن احمد فتحي وهشام محمد مشاركين طبعا في التمرين، هشام محمد اكتفى بتدريبات الجيم ثم الجري حوالين الملعب، احمد فتحي الجيم ثم تمرينات في حمام السباحة. الاثنين على ما أظن بيبتعدوا عن مباراة العودة. يمكن دي كانت أبرز كواليس التمرين إلى الآن. مشكورك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش.